والكل يسأل عن أيان، يقول له الصبر طيب. ليش الصبر طيب؟ هل في سلبية واضحة كبيرة؟ برضو فوق متوسط الخمسين، داخل خط الترند، فوق 23 فيبو، سوى قمة وسوى قاع أعلى من قاع، ونحن جالسين الآن ننتظر اقتحام المثلث. شايفين هذا مثلث الآن، ما لم يكسر 20-70 ويغلق دونها للمضارب، إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ جالسين وسط السوق، إيش نقول له؟ نقول له شرر، واحد مشتري هنا 21-40، واحد مشتري 21-50، واحد مشتري 21-30، نقول له لو كانك شاطر عدل، إذا عندك فلوس ما تبغى تعدل لا تبيع بخسارة. ليش تبيع؟ ما أعطاك السهم إشارة خروج أو إشارة سلبية، إلى الآن محترم قواعد اللعبة، قاعد السهم يتمرقع عند الدعم هنا، بيجمع الأفندي وشوف إيش بيسوي. لكن ما يصير تقول لي أنا مضارب وتشوف أيان يغلق كده، هتتعب. ستوب إذا أنت مضارب. أما لو كنت تملك فيه ما شاء الله تبارك الله، من جماعة أبو يحيى مثلا، الاستراتيجيين أبو أصابع، وعندك نظرة عامة للسهم صبور، هل يعتبر أيان بكسر 20-70 استراتيجيا سيء؟ لا. ليش؟ تعالوا نفتح الفريم الكبير ونتفرج. أيان في الأصل هو منذ قاع كورونا متكئ، ما زال عنده مسار صاعد. ناهيك اللي أقوى من كده، في عندنا معطيات فنية كتير تقول لنا ما دام السهم فوق 18-30 متوسط 200 ومنطقة اختبار الترند المخترق من قمة 2012 مرورا بقمة 2014، وما داموا فوق سقف القناة حقة الدور الأول، نكبر نوريكم القنوات، ها هذه القنوات، هذه القناة حقة 2016 مرورا بقاع كورون، برضو شررم يبطي. أنا والله ما أستعجل في التعديل، أدور إنزل قريب 19-18 يعني في هذه المناطق، أقول خليني أعدل الكمية اللي فوق. بس هذه إيش يبغى لها؟ هذه نقول، نحن نقول إذا أنت استراتيجي، يعني ما هو تفكيرك مضاربي بحت جدا، والله أنا أعرف أيان وشايف الشارت الكبير، أيان من الصعب إنه يعطيني ويقول لي إنك أنت في المستقبل سلبي إلا في حالة واحدة، يكسر الترند ويكسر الميتين ويكسر سقف القناة اللي في النص. شوف المعطيات هنا، استرب للاستراتيجي تبغى يجرك للمية والخمسين ويجرك لمناطق 38 فيبو، تكون انت برضك كاسر النسبة الذهبية 61 من عام 2012. هذا المعطى الخامس ما ذكرنا. ها يا حبايب، انا كثير اسأل اثناء الجلسة واحتار مع الناس، تقول له السهم طيب، انت ايش تبغى طيب؟ يقول لي أنا مضارب. مضارب مستحيل أقول له الكلام ده حق 18-30، لا يكسر فيك 20-70، عشان مو في يوم من الأيام لو كسر 20-70 مثلا وقام طاح راح مثلا 19 أو راح 20 وبعد أسبوعين لف الطارة وطلع، تيجي تقول لي والله يا أبو محمود يا ريتني ما خرجت. طيب إيش أسوي لك؟ إيش أسوي لك طيب؟ أنت مضارب ولا استراتيجي؟ فهمنا يا شباب الفرق ما بين المضارب والاستراتيجي؟ فهمنا ما بين المضارب يعني اللي عايش على الموجة القريبة والموجة الكبيرة؟ هذا الفرق بينهم. يعني واحد عنده استعداد يقعد 10% تحت ما يقول له، ما يقول له أيان أطلع، يقول لك يمكن راجع يسوي قاعين، يسوي دبليو، يسوي أي شيء، ما الوضع قوي. أيان هذا تصحيح مرة قوي في السهم، يعني نزلوا من 29 لاختبار منطقة، هو لما اخترقها أول مرة يختبرها، اللي ودته فين؟ إلى 29-35 هلل، ويوم ينزل من هناك يدق 18-30، والله تصحيح محترم هذا.
واحترم في قواعد اللعبة. وشوفوا اليوم كمان بالمناسبة، والشيء بالشيء يذكر، ونحن مقبلين على إغلاق شهري ذكرناها في المرة الأولى لما كنا في أيان في الشهور اللي كانت في مارس وإبريل من عام 2021. شايفين قاع 2007 الخط العرضي، الآن نحن فوق في أيان، وهذا يقرأ عند 2090 اللي هو هذا الخط، يعني هذا القاع. هذا القاع سبحان الله وصل أيان في يوم من الأيام في ذلك العام إلى مستويات 33 ريال، اللي هي طموحنا إنه يوم يطلع أيان فينشكح لعمل قمة أعلى من قمة، وممكن يجيب 161 فيبو من موجة من الموجة حقت اختراق قمة 2012. وأساسا لو بالفعل نحن نبغى نبني الدور الثاني، أنا حطيت السقف عند آخر قمة، بينما لو نحن قايسين المسافة الحقيقية من هنا لهنا وجينا عند الاختراق هنا حطينا، معناه السقف الحقيقي حقنا فين رايح؟ رايح هنا، حتى ممكن يوصل فيك من 33 ل 36 ريال عشان يدقر في السقف حق القناة اللي انت محترمها الان هنا. بالله لما تتفرج على منظر زي كده استراتيجي، تضحي بأيان وهو فوق ال 18 30، سبحان الله. شفتوا التفكير؟ في تفكير ناس استراتيجيين وفي تفكير لناس مضاربين. المضارب يحب ينقز ويقول لك انا اطلع، ليش انا ياخذني ريال وريال ونص يعذبني، خليني أنزل من تحت. وفي ناس تقول لك لا، أنا مستعد أصبر وأدبر له سيولة، وإذا نزل تحت أعجل وأسحب الأفرج أنزله تحت الواحد وعشرين، ولا أخليه قريب العشرين وأنا أقعد في السهم. فين يروح السهم في المستقبل؟ مشروع 50-60% أضيعها وأنا في قيعان الموجة، متى حيحلو سهم الأيان؟ يعني فين المناطق اللي أيان حيحلو لو اخترقها في المستقبل؟ مستويات 25-40، لأنه لو أنت راسم ترند هابط على الشهري بهذا الشكل معاك هذا الشهر إلى فبراير، لو تحرك أيان حتكون منطقة النسبة الذهبية، وحيكون قاع 2006 زي ما قلنا نستأنس بوجودنا فوق 20-90 كخط استراتيجي. في عندنا خط استراتيجي تاريخي كان عند 25-40 اللي هو قاع 2006. فلما تيجي هذا القاع شايفينه هنا، شايفين الخطوط العرضية كانت برضه قيعان تاريخية. فلما تيجي طالع انت فتقتحم 25-40، ايش حيصير؟ حيصير عندك مو بس اقتحام الترين، اقتحام النسبة الذهبية من الموجة الفرعية، واقتحام الخط العرضي الرئيسي ده زي ما حصل في المرة الأولى، فدفع السهم نحو 29. المرة الجاية ممكن يدفع السهم لفين؟ إنه يتجه، حتكون 27 محطة مهمة في الطريق، ولكن لو عداها طبعا ازدادت قوته، فممكن يقودك حتى لتخطي القمة والذهاب إلى مستويات على النظرية من 27 إلى قريبة 33. فتعالوا أحسبوا بعدين، تقولوا الله يذكرك بالخير يا أبو محمد، شوف السهم من 20-21 نصها كم؟ 10.5، الله 50% جاب السهم، بس متى؟ الله أعلم. يعني عشان يعني أنت لو تبغى تقسم مرحلة الصعود زي موضوع الألمان، معناه حتقسمه كيف؟ من هنا إلى 25-40 مرحلة، يمكن يطلع يضرب ويطيح، يكون الوضع يعني الأخبار ما هي مساعدته، لكن لما يعدي معناه 100% دخل في المرحلة القوي. وحتى لو جيت وقتها تبغى تتفلسف زي فلسفتنا الكلاسيكية وتجي تسحب من قاع القناة إلى منطقة الترند خط، وتجي تاخذ السهم كده محل الاختراق، شوفوا سبحان الله يعطيك نفس الهدف 33 ريال.